في حين يكون التعليم حلم طفل فلسطيني ليكون سلاح الحرية لديه، ليقف الاحتلال في وجه هذا الطفل من خلال بث السموم والغازات السامة من مصانع الموت جيشوري، ليخلق جواً من عدم التركيز أثناء الدراسة، لا سيما وأن الاحتلال يمارس كل أساليب التدمير والقتل. جينا هون عشان نحارب مصانع الجشوري اللي بتعيقنا في الدراسة بالصف، نصعب في الدراسة وكمان بصعب في المعلمة في الشرح، ما بتركز منيح وإحنا كمان ما بنركز كتير، كمان الواحد تدخل الصف وكمان منضطر إنه نسكر الشبابيك والباب عشان نحارب هذه الروائح. في ختام برنامج صرخة الطفولة لالي جيشوري، انطلقت صرخات طالبات مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية ضمن فعاليات البرنامج في سلسلة بشرية تضمنت جميع المؤسسات التعليمية والأمنية والأهلية من المدرسة إلى أرض جامعة فلسطين التقنية خضوري، لترسو هناك صرخاتهم علها تصل إلى كافة العالم لتطالب بحقهم الوحيد للعيش في بيئة تخلو من سموم هذه المصانع. فعاليات ختامية لمبادرة صرخ الطفولة لالي جيشوري اللي أطلقتها طالبات النادي في مدرسة فاطمة الزهراء. هذه المبادرة تأتي في سبيل المطالبة بحق الطلبة في العيش في بيئة صحية وخالية من المخدرات. يا فلسطين التي في فمنا، السموم التي تبثها مصانع الجيشوري وتعكر صف العملية التعليمية. في الوقت الذي ينتهك الاحتلال اتفاقيات جنيف، تعلو أصوات كافة مؤسسات المجتمع المحلي لاستمرار هذه الحملة ضد مصانع الموت المغتصبة للأرض الفلسطينية، والتي باتت الآن موجودة على طاولة الأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة. أي هاي المصانع التي تؤرق وتؤثر نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً على الإنسان الفلسطيني في طول كرم، كمثل مئات المصانع والمنتشرة في الأراضي الضفة الغربية. معظم هذه المصانع هي مصانع كيماوية خطرة تؤثر على البيئة بفلسطين وتؤثر على الإنسان بشكل خاص. صرخات لن تتوقف ضد مصانع الموت والدمار إلى أن تغلق فوهات هذه المصانع ذات السموم القاتلة تماماً، وهذا لن يكون إلا بإصرار صرخة الطفولة. لتلفزيون الفجر الجديد، ريهام أبو حبلة.